الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا إلى المقدمة السابعة، قرأنا وهي 150. وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في المقدمة السابعة، وهي الصفات الأزلية عند القدرة الأزلية، وذكرنا تعريفها في الدرس الماضي، ووقفنا عند قوله تنبيه. تعاريف المصنف رحمه الله تعالى لهذه الصفات الأزلية إنما هي رسوم وليست بحدود حقيقة. لماذا؟ لأن التعريف إما أن يكون بالحد التام أو الحد الناقص، وكذلك يعرف بالرسم التام والرسم الناقص. والحد التام ما ذكر فيه الجنس القريب والفصل القريب، الجنس والفصل القريبان. أما الحد الناقص ما ذكر فيه الفصل وحده أو الفصل مع الجنس البعيد. أما الحد الناقص تذكر فيه الخواص، الرسم في رسم تام تذكر فيه الخاصة مع الجنس القريب، والرسم الناقص الخاصة وحدها أو مع الجنس الباقي. فيقول لك هذه التعريف التي عرفها المصنف للصفات الإلهية ليست من قبيل الحدود، وإنما هي من قبيل الرسوم، لأن التعريف بالحد يستلزم ذكر الجنس القريب والفصل القريب، والإله سبحانه وتعالى لا جنس له ولا فصل. لأن ذلك يعني لو كان الإله له جنس وله فصل فهذا يستلزم التركيب أو يستلزم معرفة الكون، وهو محال في حق الله تبارك وتعالى. إذن فكيف نعرف المولى، أو كيف يجب على المكلف معرفة الله عز وجل؟ والله تعالى لا يمكن أن يعرف بالحد التام ولا بالحد الناقص. ليه؟ لأن ذلك يستلزم التركب والحدوث ومعرفة حقيقة الإله سبحانه وتعالى. ولذلك يعرف الحق سبحانه وتعالى بصفاته، يعني بما يجب له وبما يستحيل وبما يجوز. ولذلك فسر العلماء الذي جاء في أول كتب علم الكلام أن أول واجب على المكلف إنما هو معرفة الله عز وجل، فسروا المعرفة بمعرفة الواجب له
والمستحيل عليه والجائز في حقه، ولم يفسروها بمعرفة الكن أو الحقيقة، لأن ذلك محال في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك إيه؟ لو كانت حدودا حقيقية، يعني لو كان تعريف المصنف للصفات الإلهية من باب الحد أي بالمعنى الحقيقي، لزم منه معرفة كنه الإله، وذلك محال، إذ لا يعرف الله إلا الله، وإطلاق الحقيقة عليها مجاز، فاعرفه فإنه نفيس، يعني إطلاق الحقيقة على هذه التعاريف، يعني أنها تعاريف حقيقية، فهذا من باب الإيه؟ من باب المجاز. وخرج هنا يشرح لنا صفة القدرة، فيقول هي عبارة عن صفة يتأتى بها. أولا قال القدرة الأزلية، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى وعن الله بعلومنا وبعلوم مشايخنا في دار الآمين، والقدرة الأزلية. وخرج بقوله الأزلية القدرة الحادثة، فلا يقال فيما تتعلق به تأثير، وإنما يقال فيما يعني خرج بقوله الأزلية القدرة الحادثة، فلا يقال فيما تتعلق به تأثير، يعني لا يقال في تعلق القدرة الحادثة لا يسمى تأثير، وإنما يقال فيه كسب. فمعنى كلمة الكسب يعني تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير، أما التأثير فإنه للقدرة القديمة. إذن فما الفرق بين القدرة الحادثة والقدرة القديمة؟ أن تعلق القدرة القديمة يقال له تأثير، وتعلق الحادثة يقال له كسب. واضح؟ فلا يقال فيما تتعلق به تأثير، وإنما يقال فيه كسب، بخلاف القدرة الأزلية، وهي عبارة عن صفة كالجنس في التعريف. لماذا قال وهي عبارة عن صفة كالجنس في التعريف؟ احنا قلنا هذا تعريف من باب الايه؟ ها؟ من باب الرسوم وليس من باب الايه؟ الحدود. فلو قال جنس ثم يقول فصل هذا يكون ايه؟ تعريف بالحد، انما هو قال لك كالجنس، يعني ينزل هذا منزلة الجنس مجازا، ولكنه ليس بجنس حقيقة. وهي عبارة عن صفة كالجنس في التعريف، شامل لجميع الصفات المتعلقة كالمعاني. يعني كلمة الصفة هذا شأنه كشأن الجنس في التعريف، شامل لجميع الصفات المتعلقة. يبقى إذن كلمة صفة هذا يدخل العلم، ويدخل أيضا القدرة والإرادة، ويدخل السمع إلى آخره. أي صفة من صفات المعاني لها تعلق تدخل في التعريف، ما عدا صفة الحياة. يتأتى بها أي يتيسر بالقدرة. فصل يخرج كلمة يتأتى يعني يحدث أو يكون أو يتيسر أو يوجد. فصل يخرج سائر الصفات ما عدا الإرادة، يعني يتأتى هذا أيضا زي ما قلنا صفة كالجنس، وكلمة يتأتى كالفصل. يخرج سائر الصفات ما عدا الإرادة، لأن الإرادة يتأتى بها، يعني ك
كلمة يتأتى بها يخرج سائر الصفات إلا الإرادة، لأن الإرادة أيضا يتأتى بها، ولكن الذي يتأتى بالإرادة ليس هو الذي يتأتى بالقدرة. الذي يتأتى بالإرادة التخصيص، والذي يتأتى بالقدرة التأثير. فتعلق الإرادة أو تأثير الإرادة يقال له تخصيص، وتأثير القدرة هو الإيجاد والإعدام. وإنما قال بها ولم يقل لها، لأن نسبة التأثير إلى القدرة مجاز والذات حقيقة. يعني لماذا قال هي عبارة ويشرح لنا صفة القدرة عن صفة يتأتى بها، ولماذا لم يقل لها؟ لأن نسبة التأثير إلى القدرة مجاز وإلى الذات حقيقة، يعني الذي يحيي ويميت أو يرزق ويخلق ويخفض ويرفع إنما هو الله، أي الذات، فهو المؤثر الحقيقي. إنما إذا نسبنا التأثير أو أسندنا التأثير إلى القدرة فهذا مجاز، لأن المؤثر حقيقة الذات الموصوفة بهذه الصفات لا الصفات، فلا نسند التأثير إلى الصفة أي إلى القدرة إلا من باب الإيه؟ من باب المجاز. يعني لا يجوز أن تقول خلقتني القدرة أو رزقتني القدرة أو أحيتني القدرة أو أماتتني القدرة، إلا إذا كان هذا من باب المجاز. أما إذا اعتقدت أن القدرة مؤثرة وحدها من غير الذات فهذا إيه؟ شرك، لأنك جعلتها إلها، يعني أو جعلتها موصوفا لا صفة. ومن أسنده أي التأثير إلى القدرة حقيقة فقد أشرك مع الله، والإشراك كفر فاعرفه. التأثير يسند إلى القدرة مجازا لا إيه؟ لا حقيقة. الإسناد الحقيقي إلى إيه؟ إلى الذات. هي عبارة عن صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدام. إيجاد فصل ثاني، يعني فصل ثاني هو أيضا مش فصل حقيقي، وإنما هو إيه؟ ها؟ لأنه الفصل والجنس أنتوا خدتوا حاجة في المنطق مش عارف يعني أخذتوها أو لا، اللي هي الكليات الايه؟ الخمس. الكليات الخمس كان والكليات خمسة دون انتقاص، جنس ونوع فصل وعرض خاص. الجنس هو ايه؟ الجنس هو جزء الماهية الشامل لها ولغيرها، فالجنس ده أعم هو جزء منها لأنها مركبة من الجنس والفصل، ولكنه أعم. أما الفصل أيضا هو جزء الماهية وهو مساوي، يبقى الجنس أعم والفصل مساوي، إلا أن الجنس يشمل الماهية ويشمل غيرها، زي الإنسان جنسه حيوان وفصله ناطق، فكلمة حيوان أعم من من الإنسان لأنها تشمل الفرس وتشمل الغراب وتشمل الطير وتشمل بقية الحيوانات. كلمة ناطق فصل، يبقى إذن لا توجد أجناس حقيقة ولا فصول. ليه؟ لأن الجنس لازم يكون ذاتي، يعني الكليات الخمس فيها ذاتي وفيها
عرضي وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. فالمندرج في الذات اسمه إيه؟ ذاتي. وغير المندرج في الذات اسمه إيه؟ عرضي. إذن ما هو الذاتي والعرضي من الكليات الخمس؟ الجنس ذاتي، والفصل ذاتي، والخاصة والعرض العام هذا غير ذاتي خارج. إذن بقي من الكليات الخمس النوع. فهل النوع هو ذاتي ولا هو عرضي؟ اختلفوا في النوع على ثلاثة أقوال. بعضهم قال النوع ده لا ذاتي ولا عرضي إنما هو واسطة، وبعضهم قال الذاتي هو المندرج وغير الذاتي ليس مندرجا، فيكون النوع غير ذاتي لأنه لم يندرج بل هو تمام الماهية. خلاص. إذن فهناك اختلاف في النوع، لكن في اتفاق أن الجنس والفصل ذاتيان. إذن فكلمة يتأتى هذا ليس داخلا في فيما هو ذاتي، فلا يقال جنس. ولذلك جاء بأداة التشبيه لأن هذا ليس داخلا، فأنزل هذه هذا في التعريف منزلة الجنس والفصل. فصل ثاني. إيجاد فصل ثاني يخرج به الإرادة لأن تعلقها تخصيص لا إيجاد، لأنه عندما عرف القدرة قال يتأتى بها إيجاد، لما قال صفة دخلت كل الصفات، لما قال يتأتى خرجت كل الصفات. في الأول دخلت كل الصفات عبارة عن صفة، فلما قال يتأتى خرجت كل الصفات إلا الإرادة، فلما قال إيجاد خرجت الإرادة. يعني عندما قال صفة كل داخل ما في شيء خارج، وعندما قال يتأتى خرجت كل الصفات إلا الإرادة، فلما قال إيجاد خرجت الإرادة. وهذا يسمى إخراج المحترزات، يعني نحترز يعني أن يدخل في الحد، يعني كأننا ننزله منزلة حد وليس حدا، نقول كده تعريف. والتعريف كما يجوز بالحد يجوز بالرسم، وهناك التعريف بالحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، فتكون أنواع التعريف كم؟ أربعة وزادوا عليها ثلاثة. التعريف بالمثال والتعريف باللفظ والتعريف بالقسمة، فأصبحت أنواع التعريف سبعة، وهذا نحتاج إليه في علم الأصول وعلم الفقه وعلم الخطابة. فنحتاج إلى المنطق احتياجا شديدا. ليه؟ لأن كتب الأزهر الشريف أو كتب التراث صياغتها بحسب المصطلحات المنطقية، فلا يمكن لأحد أن يفهم أو يتعامل مع كتب التراث وخاصة كتب الأزهر الشريف القديمة إلا إذا درس المنطق. ولهذا قال الإمام أبو حامد الغزالي: من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار معيار العلم. فإيجاد فصل ثاني لإخراج الإرادة. يبقى في هذه الحالة أصبح التعريف منطبقا على المعرف، لم يخرج منه فرد من أفراده ولم يدخل فيه فرد من غيره. ولذلك من شروط التعريف أن يرى جامعا
ومانعا ومضطردا ومنعكسا، جامع يعني لكل أفراد الايه المعرف. مانع أن يدخل غيره في الحد، يعني مثلا إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان هذا تعريف إيه؟ تعريف جامع، لكن هذا غير مانع لأنه حيجمع مع الإنسان الفرس والجمل فيكون جامعا، لكنه لم يمنع من دخول إيه؟ إنما عندما أقول ناطق يبقى خلاص خرج الإيه؟ خرج غير المعرف من التعريف، ولا بد أن يكون جامعا. لو كان غير جامع لا ينفع، لأنه كذا هيصبح بعض أفراد المعرف لا ينطبق عليها التعريف. ولو كان غير مانع هيدخل أفراد من غيره، يعني غير مانع لا يمنع زي الباب المفتوح أي واحد يدخل، لما لا بد نغلق الباب حتى لا يدخل غير الطلاب. إيجاد فصل ثاني يخرج به الإرادة لأن تعلقها تخصيص لا إيجاد، ويبقى الحد للمحدود. ويبقى الحد للمحدود يعني التعريف للمعرف، فهناك المعرف اللي هو الحد يعني، وهناك المعرف اللي هو المحدود. والإيجاد إخراج الممكن من العدم إلى الوجود، هي معنى يتأتى بها إيجاد، يعني يتأتى يعني يكون بالقدرة إخراج الممكن من العدم إلى الوجود، فهذا الإخراج يسمى إيجاد. إيجاد كل ممكن كليا كان أو جزئيا، يعني إيجاد الممكنات بأسرها. الممكن ده إما أن يكون كلي خلاص كده أو جزئي، جوهر أو غير جوهر، يعني جسم أو عرض، تعلق علم الله بعدم وقوعه. نعم، كليا كان أو جزئيا، جوهرا كان أو جسما أو عرضا، تعلق علم الله بعدم وقوعه. يعني معنى هذا الكلام أن الكلي والجزئي والجوهر والجسم والعرض كل ذلك من الممكنات، تعلق علم الله بعدم وقوعه أو بوقوعه. يعني الممكن هو في ذاته ممكن، فإذا تعلق علم الله بوقوعه صار واجبا لغيره، وإذا لم يتعلق علم الله تعالى بوجوده كان مستحيلا لغيره، إلا أن الإمكان يعني الإمكان يعرض له الممكن ممكن يكون واجب، يعني يعرض له الوجوب لغيره وتعرض له الاستحالة، فهناك واجب ذاتي وهناك واجب لغيره، وهناك مستحيل ذاتي وهناك مستحيل لغيره. المستحيل لغيره أو الواجب لغيره بنسميه العرضي، يعني مثلا الله تعالى واجب لذاته والصفات أيضا واجبة لذاتها. طب أما العالم الذي وجدنا نحن فيه هو في ذاته ممكن، ولكن نظرا لتعلق العلم بوجوده فيكون العالم واجبا لغيره وممكنا لذاته. وكذلك نقول في المستحيل، الشريك لله تعالى أو الزوجة أو الولد مستحيل ذاتي، أما إيمان أبي لهب مثلا هذا مستحيل ولكنه ليس ذاتيا، لأنه يمكن أن يقع ولكنه مستحيل عرضي، يعني لما عرض له من عدم تعلق العلم بإيمان أبي لهب، وإنما تعلق بكفره، يعني بعدم
بعدم إيمانه. يبقى إذن الواجب فيه ذاتي وفيه إيه؟ ها؟ عرضي. والاستحالة فيها ذاتية وفيها إيه؟ أما الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، يعني لا يعرض الإمكان، لأنه لو كان يعرض لكان الشيء واجبا فعرض له الإمكان فصار ممكنا، خلاص كده. أو عرضت له الإيه؟ الاستحالة فكان مستحيلا، فهنا تنقلب حقائق الأشياء. إذن فالإمكان لا يكون إلا ذاتيا، يعني ما فيش حاجة اسمه إمكان عارض، خلاص كده. اللي يعرض هو إيه؟ الوجوب أو الاستحالة، أما الإمكان لا يكون إلا إيه؟ ذاتي. تعلق علم الله بعدم وقوعه كإيمان أبوي جهل ولهب أو بوقوعه كوجود العالم، ويتناول أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا، ويتناول ما له سبب كوجود الإحراق عند النار والشبع عند ويتناول، يعني الممكن أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا. ماذا أريد أن يقول هنا؟ أريد أن يقول لك إن الأفعال الاختيارية هي أيضا تتعلق بها القدرة كحركاتنا وسكناتنا. فكلمة إيه؟ الأفعال الاختيارية تتعلق لها أو تتعلق بها القدرة الأزلية، كما تتعلق بأفعالنا غير الاختيارية. ولذلك عند أهل السنة والجماعة مسألة اسمها إيه؟ خلق أفعال العباد. فأهل السنة يسندون أو ينسبون التأثير لإيه؟ للقدرة الأزلية. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويتناول هو إيه؟ الممكن، ما له سبب كوجود الإحراق عند النار، فهذا له إيه؟ سبب، لأن الإحراق لا يوجد عند النار إلا بسبب، وهو إيه؟ هو المماسة والشبع. يعني الإحراق لا يوجد إلا إيه؟ لكن له سبب. ما هو السبب؟ وجود النار نفسها، أو أن تمس الشيء. فتقول المماسة، ممكن نقول شر، ونقول إنه النار هي السبب، وكذلك الشبع عند الأكل. فالشبع مشروط به، أو متى يكون الشبع؟ إذا وجد الأكل، بس بشرط أن تأكل. فجئنا بالطعام وأنت لم تمد يدك، فستظل في حالة جوع ولا تشبع أبدا، مع أن الطعام موجود، لكنه مشروط بأن تضعه فين؟ في فمك. فكيف تشبع دون أن أن تأكل؟ وما لا سبب له كخلق السماوات والأرض. يعني ما معنى هذا؟ أن الله تعالى لو شاء، يعني جعل الله تعالى بحكمته وبإرادته جعل هناك أشياء مسببة عن أشياء. يعني مثلا جعل الإحراق مسبب عن النار، والري مسبب عن الإيه؟ عن الماء، والقطع مسبب عن السكين. وفعل الله تعالى أو خلق أشياء دون أن تكون لها أسباب، زي خلق السماوات والأرض والجبال إلى غير ذلك. فالله تعالى لو شاء أن يوجد
الأشياء بغير أسباب لفعل. فهناك أشياء كثيرة ربطها الله تعالى بأسبابها، فإذا لم تكن أو لم توجد الأسباب لا يوجد المسبب. وهناك أشياء لم يربطها الله تعالى بالأسباب، مثل إيه؟ خلق السماوات والأرض، لكن الإحراق أو الشبع أو الري كل هذا مربوط به بأسبابه. وإعدامه أي إعدام الممكن، والإعدام يعني يريد أن يقول لك كما يتأتى، يعني كما يكون بالقدرة إيجاد الممكن كذلك يتأتى بها إعدامه. وإعدامه أي إعدام الممكن، يعني الله تعالى يوجد الأشياء بالقدرة ويعدمها أيضا بالإيه؟ بالقدرة. والإعدام أن يصير الشيء لا شيء كما كان أولا. يعني إيه معنى الإعدام؟ أولا إذا فهمت معنى الإيجاد تفهم معنى الإعدام. الإيجاد أن يجعل الله تعالى لا شيء شيء، هذا هو. طيب والإعدام أن يجعل الشيء لا شيء، يعني لما كان لا شيء فصار شيئا هذا إيه؟ إيجاد. ولما كان شيئا فصار لا شيء هذا هو الإيه؟ الإعدام. فالله تعالى كما هو قادر على أن يجعل لا شيء شيئا يجعل أيضا شيئا لا شيء. وهذا القيد إنما يتأتى على مذهب الجمهور الذين يرون أن إعدام الجوهر إنما هو بقدرته تعالى وهو المفروض. وهذا القيد اللي هو إيه؟ كلمة وإعدامه، يعني الإعدام أن يصير الشيء ولا شيء، هذا على مذهب مين؟ ها؟ على مذهب الجمهور الذين يرون أن إعدام الجوهر إنما هو بقدرته، بقدرة الله تعالى، كما أن إيجاد الأشياء بقدرته كذلك إعدامها لا بد أن يكون بقدرته. هذا هو مذهب مين؟ الجمهور، وهذا هو المختار. أما على مذهب إمام الحرمين الذي إمام الحرمين إيه؟ هو عبد الملك بن عبد الله بن موسى بن يوسف الجويني أبو المعالي، أبو المعالي هذه كنيته واسمه إيه؟ اسمه عبد الملك، وهو ليس من بلاد الحرمين مع أنه إمام الحرمين، هو رجل من العراق، عراقي، ولكنه لأنه سكن الحرمين وكان يدرس ويعلم وصار إماما في العلم، ليس إماما يعني كان يؤم الناس في الحرمين، لا، وإمام في الإيه؟ في العلم، فسمي إمام الحرمين يعني عالم الحرمين. عند إمام الحرمين يرى أن القدرة، ويرى أيضا معه كثير من أو بعض أهل العلم يرون أن القدرة تتعلق بالإيجاد فقط. قالوا أما الإعدام لا يحتاج إلى تعلق القدرة، وإنما إعدامها بكف الأعراض عنها، يعني إذا أراد الله تعالى إعدام الإيه؟ الجواهر أو الممكنات كف عنها، أي أمسك عنها الأعراض فتنعدم من نفسها كالفتيل الذي انتهى زيته. يعني أنت تشعل إيه؟ عارف الشمعة؟ الشمعة تعرف تشتعل ما دام في إيه؟ في زيت في الشمعة، فإذا انتهى الزيت تنطفئ من نفسها. يبقى إذن
هل إطفاؤها يحتاج إلى أثر؟ هي تنطفئ، لكن إيقادها هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى تعلق القدرة. أما الإطفاء بمجرد انتهاء الزيت من الفتيل تنطفئ إيه؟ وحدها. فهذا مثال لما إيه؟ هو مذهب إمام الحرمين ومن تبع أن الإعدام معناه إيه؟ كف إمساك الأعراض عن الجواهر. فإذا أراد الله إيجاد الجوهر خلقه أو أوجده من عدم، أما إذا أراد إعدامه لا يجعل أو لا يسلط عليه القدرة، وإنما يمسك عنه الأعراض، يعني لا يمده بالأعراض. ولذلك إيه قال الصوفية إيه؟ نعمتان لا يخلو عنهما موجود، الإيجاد والإمداد. يعني الله تعالى يوجد الأشياء ويمدها بأسباب البقاء، فإذا أراد الله تعالى إعدامها أو إفناءها أمسك عنها الإمداد. يبقى إذن القدرة عندهم تتعلق بإيه؟ بالإيجاد فقط. أما الإعدام يقول لك هي إعدامها أو إنعدامها بكف، يعني إمساك الأعراض إيه؟ عنها. هذا هو إيه؟ مذهب مين؟ إمام الحرمين ومن إيه؟ ومن وافقه. ليه؟ لأنهم يقولون أن الجوهر أو الأجسام لا توجد بدون أعراضها، فالأعراض ملازمة لها، والعرض يوجد فينعدم، فالعرض لا ينعدم بمجرد وجوده، يوجد فينعدم ثم يجدد الله تعالى مثله. فانعدام الأعراض من غير إيه؟ من غير معدم من نفسها. أما انعدام الجواهر فبإمساك الأعراض عنها. واضح كده؟ يبقى العرض ينعدم من نفسه، لأن العرض لا يبقى زمانيا. أما الجوهر فإذا أراد الله إعدامه كف أو أمسك عنه الأعراض. يبقى الأول هو مذهب مين؟ ها؟ مذهب الجمهور، والثاني هو مذهب مين؟ إمام الحرمين. نعم. أما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى أن إعدامها بكف الأعراض عنها فلا، إلا إذا بنينا على إيه معنى فلا؟ يعني الأول بيقول إيه؟ هذا القيد إنما يتأتى على مذهب الجمهور. أما على مذهب إمام الحرمين فلا، يعني فلا يتأتى هذا القيد. ليه؟ لأن على مذهبهم القدرة تتعلق بإيجاد الأشياء وإيه؟ وإعدامها، فهذا القيد لا يتأتى على مذهب مين؟ على مذهب مين؟ الجمهور. أما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى أن إعدامها بكف الأعراض عنها فلا، فلا يعني فلا يتأتى هذا الإيه؟ هذا القيد. إلا إذا بنينا على أحد قولي الأصوليين أن الكف فعل، فحينئذ ينطبق الحد عليها. يعني بيقول لك والله في قول لبعض الأصوليين، زي بيقول على أحد قولي الأصوليين، يعني في علم الأصول، هل الكف عن الفعل هو عدم فعل ولا هو فعل؟
بعض الأصولين قال الكف عن الفعل فعل، وبعضهم قال الكف عن الفعل ليس فعل، وإنما هو عدم إيه؟ فعل. فاللي اختلفوا فيه هو إيه؟ هو الكف. هل الكف فعل؟ يعني أنت ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فإذا كفوا يعني منعوها وقبضوها، يعني كفوا أيديكم، يعني في جماعة يقاتلون جماعة، فأنا قلت كف كف، فعمل إيه؟ يبقى هذا فعل، كف إيه؟ يده، يعني منع إيه؟ مواصلة القتال. ولا الكف يعني معناه لا تقاتلوهم، يعني ترك القتال. فاختلفوا في إيه؟ في الكف، لكن لم يختلفوا في الترك. الترك ده ليس فعل باتفاق، إنما الكف ده هل هو فعل ولا؟ فلما يقال كف ويؤمرون به يكون إيه؟ يكون فعلا. والذي أنا أرجحه أنه أو أميل إليه أن الكف هو فعل. نعم، حتى يثاب. يعني الواحد مثلا كف عن شرب الخمر يثاب، إنما ترك شرب الخمر لا يثاب، يعني لأنه كف يعني كان في متناول يديه ويمكن أن يشرب. إنما الذي ترك قد يكون تركه لأنه غير موجود، أو مثلا يعني لا يقدر على تركه. فالكف على أي حال اختلفوا في الإيه؟ في الكف. فلو بنينا على أحد القولين فيكون هنا الكف فعل، يبقى معنى كده وإعدامه يعني كف الإيه؟ الأعراض عنه، فيكون هذا فعل. فتكون القدرة تتعلق على قول إمام الحرمين أيضا، بناء على قول أحد الأصوليين بالإيجاد والإعدام، لأن الإعدام يكون في هذه الحالة هو إيه؟ الكف عن الإيجاد. وأما عدم الإعراض فهذا الحد أيضا إنما يتأتى على مذهب القاضي والإمام الرازي. يعني عدم الأعراض يعني إعدام الأعراض بالقدرة. قلنا العرض بمجرد وجوده ينعدم، يبقى إذن عدم الأعراض فهذا الحد أيضا إنما يتأتى على مذهب القاضي، اللي هو مين؟ القاضي أبو بكر مين؟ الباقلاني. والإمام اللي هو مين؟ القاضي والرازي. القاضي إيه؟ والرازي. القاضي هو أبو بكر الباقلاني، والرازي هو معروف محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين. وأما عدم الأعراض فهذا الحد أيضا اللي هو التعريف السابق، إنما يتأتى على مذهب القاضي والرازي. أما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض، وإنما هي بنفس وجودها تنعدم، فعدمها واجب، والواجب ليس بممكن، فلا تتعلق به القدرة. فعلى مذهب إمام الحرمين يرى إيه؟ استحالة بقاء العرض زمانين، لكن على مذهب القاضي والرازي وأيضا عند الإمام الأشعري يرى إنه إيه؟ أظن الأشعري العرض عنده إيه؟ لا يبقى. القاضي والرازي أن العرض عندهما يبقى زماني، يبقى في هذه الحالة يدخل إعدام الأعراض في التعريف، يعني لأن إيه؟ لأنه إذا كان يبقى يبقى شأنه شأن الجوهر، فتتعلق القدرة بإيجاده وإعدامه أيضا، يعني يحتاج إلى تأثير القدرة في إعدام الأعراض، لأنه يبقى إيه؟ زمانين. ويكون معنى إعدام العرض كمعنى إعدام الجوهر،
إما بإيه؟ بجعله بعد أن كان شيء لا شيء، أو بكف الإيه؟ الإمداد عنه، يدخل إيه؟ في الحد، يعني يتأتى هذا على مذهب مين؟ القاضي والرازي. أما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض، يعني إذن لا تتعلق القدرة بإعدامها، وإنما هي تنعدم بنفس وجودها، لأنها توجد فتنعدم زي الألوان، يعني هذا اللون مثلا السواد وجد فينعدم في الحال في 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 أثناء أو بعد وجوده، بمجرد وجوده. إذن ما السواد الذي نراه؟ قال لك يجدد الله مثله في الثانية قبل أن تلاحظ الانعدام، يأتي له الخلق الجديد، والخلق الجديد يوجد فينعدم ثم يوجد مثله، ومع سرعة الإيجاد تظن أنه السواد باقي، لم ينعدم، وهو انعدم في اللحظة أو في التو أو في جزء الثانية، فمع السرعة الشديدة لا تدرك هذا، وتظن أنه هو نفس. كذلك الألوان التي في البشرة، البياض مثلا الذي في وجهك أو في يدك، منذ ثانية كان غيره وتجدد مثله، وهكذا تتجدد الأعراض أولا، فتصبح صفة الخلق لم تنتهي، يعني لم ينتهي تأثير القدرة، فيظل الله تعالى خلاقا أو خالقا على الدوام، كل لحظة خلق، خلقا بعد خلق، خلقا بعد، والله على كل شيء قدير. هذا هو المعنى. ذلك بعض الصوفية فسر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله بهذا المعنى، أن الله تعالى يجدد فيك القوة ويخلق فيك القدرة كل جزء قليل جدا من الزمن، يعني الأعراض التي فيك توجد فتنعدم بمجرد وجودها، ثم يجدد الله أمثاله، وهكذا إلى أن يشاء الله إمساك الأعراض، يعني عدم تجديدها، فينعدم العرض فينعدم ليه؟ إذن انعدام العرض بعدم تجديده، وانعدام الجوهر بإمساك الأعراض عنه. ولذلك بعضهم قال عبارة يعني يفهم منها هذا المعنى، قالوا قديما الإنسان لا يغتسل في النهر مرتين أبدا. ليه؟ لأنه إذا نزل في النهر ثم خرج ونزل مرة أخرى تجددت فيه أعراض غير التي نزل بها أولا، فلا يمكن أن ينزل بنفس الأعراض، لأنها فنيت وانعدمت، والذي نزل به في المرة الأخرى أعراض أخرى، وهكذا. ومثلوا لذلك بالماء الجاري، لو أنك مثلا نهر جاري غرفت منه ماء لتتوضأ، ثم بعد قليل، بعد دقيقة واحدة أو بعد نصف دقيقة غرفت غرفة أخرى ليس من نفس الماء لأنه جاري، الماء الذي أخذت منه جرى وجاء بعده ماء وجاء بعده ماء، فكلما تغترف تغترف ماء جديد، ولو اغترفت 100,000 مرة إلا إذا أوقفت جريان الماء، فالماء يجري ليس بمتوقف. وعشان كده الفقهاء قالوا لو واحد تبول في هذا الماء هل ينجسه؟ فينه الماء؟ ما جرى، غير موجود، مش هو ده، هو تبول في ماء وبعده، وهكذا. إنما متى ينجس الماء؟ بالبول فين؟ الماء الراكد. إنما الجاري لا، حتى لو تبول فيه الجن والإنس
يلا. وأما على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض وإنما هي بنفس وجودها تنعدم، فعدمها واجب والواجب ليس بممكن فلا تتعلق به القدرة. يبقى إذا مفهوم كده الفرق بين مذهب إمام الحرمين والرازي والقاء، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يتأتى بها يعني بالقدرة إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يعني أن الله لا يخلق ويوجد بقدرته إلا ما أراده. يبقى إذن شرط أن القدرة تتعلق بإيجاد الأشياء التي أرادها الله تعالى، يعني هل يخلق الله تعالى أو يوجد شيئا لا يريد إيجاده؟ لا. فمعنى هذا كل ما هو موجود أو مخلوق لله فقد أراده، لأنه لا يقع في الكون كله غير مراده تعالى. فإذا حدث أي شيء معنى ذلك أن الله أراده، وإذا لم يحدث فمعناه أن الله لم يرده ولو أراده أهل السماوات وأهل الأرض. لا يقع في الكون إلا ما أراده. وقال الشيخ الدذير: وكل شيء كائن أراده، وإن يكن بضده قد أمر. فالقصد غير الأمر فاطرح المرى. فقد فهمت أربعا أقساما. ما هي الأقسام الأربعة؟ أراد وأمر، يعني ممكن يجتمع لي المراد مع المأمور فيكون الله تعالى أراد الشيء وأمر به، أو لم يرد ولم يأمر، أو أراد ولم يأمر. كإيه؟ أراد تعالى كفر أبي لهب ولم يأمر، أو أمر ولم يرد. أمر إيه؟ إبليس بالسجود لآدم إلا أنه لم يرده. فالأقسام كام؟ أربعة. عند مين؟ عند أهل السنة وعند المعتزلة القسمة ثنائية وليست إيه؟ رباعية. نعم. على وفق الإرادة، يعني إن الله تعالى لا يخلق ويوجد بقدرته إلا ما أراده، أي إلا ما خصصه بإرادته. وفيه إشارات إلى أن فعله للكائنات إنما هو بطريق الاختيار لا بطريق اللزوم. يعني لماذا لا يوجد الله تعالى شيئا بقدرته إلا ما خصصته الإرادة؟ هذا معناه أن فعله سبحانه وتعالى للكائنات إنما هو بطريق الاختيار، فالله تعالى فاعل مختار. ولأجل هذا إذا اختار أو أراد ترك شيء لا يفعله، إذن فهو فاعل مختار، لأنه لو كان فاعلا بالإيجاب أو باللزوم يبقى معنى كده إيه؟ يفعل بغير إرادة. يبقى إذن ما فائدة أنه تعالى فاعل بالاختيار؟ أنه تعالى ليس بعلة وليس بطبيعة، وإنما هو إله قادر مختار، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. لا بطريق اللزوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين. لأننا لو قلنا إن فعله تعالى بغير اختيار لكان معناه باللزوم، يعني بالإيجاب، بمعنى أنه لو أراد أن يترك لما كان قادرا على الترك، وإنما هو إيه؟ لا يقدر إلا على الإيجاد فقط، يعني لا يقدر على ترك الإيجاد. في هذه الحالة يكون إيه؟ ليس مختارا وليس مريدا، لأن الأشياء وجدت لزوما أو وجدت وجوبا أو إيجابا دون أن يكون له دخل
أنه يريد إيجادها أو لا يريد، والثاني من المعاني الإرادة الأزلية. والإرادة صفة يتأتى بها. انتهى الكلام في القدرة، الآن هيتكلم في تعريف الإرادة، فيقول: والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. يبقى القدرة على وفق الإيه؟ الإرادة. والإرادة على وفق إيه؟ على وفق العلم. إذن الثاني من المعاني صفة الإرادة الأزلية، صفة كما قال كالجنس في الحد. شوف، كالجنس يعني ليس هناك جنس، في الحد شامل لجميع الصفات المتعلقة، يعني تدخل كل الصفات في كلمة الصفة، بتأثيرها فصل يخرج به الصفات ما عدا القدرة، لأن القدرة يتأتى بها أيضا تخصيص الممكن أي ترجيح، فصل يخرج به القدرة هو تخصيص الممكن، لأن التخصيص للإرادة، فصل يخرج به القدرة، وبقي الحد لمحدود أي التعريف لإيه؟ للمعرف. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه أي على الممكن، والذي يجوز على الممكن كان متقابلات ستة: الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات. كم دول يا شيخ محمد؟ ستة. طب عد كده: الوجود والعدم اثنين، مقادير ثلاثة، الصفات كم؟ أربعة، الأزمنة خمسة، الأمكنة ستة، الجهات سبعة. كيف قال ستة وهي سبعة؟ طيب كيف كان الوجود؟ هو بيقول الشيخ محمد كلام صحيح لكنه لا يستطيع أن يعلل. كيف كان الوجود والعدم واحدا؟ الوجود يقابله عدم. لا، ممكن الوجود يقابله وجود، يعني وجودي أنا في زمنه سيدنا إبراهيم ده وجود، ووجودي الآن هذا وجود، فتقابل وجودي في الماضي بوجودي في إيه؟ في زمان آخر. وممكن أيضا العدم يقابله عدم، فتكون مثلا عدمك في أيام سيدنا نوح وعدمك في أيام سيدنا، هذا عدم وهذا عدم. كيف جعل الوجود والعدم واحدا؟ في حال واحد. إيه؟ في حالة واحدة. كيف يعني؟ لا يكون وجودا وعدما، يخصصه موجودا. ما هو في حالة واحدة يبقى ما فيش تقابل. طب كيف يكون التقابل في حالة واحدة؟ يبقى لو عدينا الستة نلقاها هي ستة، يعني كلمة مقدار فيها تقابل في نفس الكلمة، مقدار يقابله مقدار آخر، وصفة تقابلها صفة أخرى، وزمان يقابله زمان، ومكان يقابله مكان، وجهة تقابلها جهة. إلا أن الوجود نفسه وإن كان في الوجود تقابل، يعني مثلا وجودي في مكة غير وجودي فين؟ في ماليزيا، هذا وجود وهذا إيه؟ وجود. إلا أنه رجع إلى المكان. ولو قلت وجودي في زمن سيدنا نوح وفي زمن سيدنا، رجع إلى الزمان. ولو قلت وجودي بمقدار أو بدون، رجع إلى المقدار، أو بصفة دون صفة، لأن كل ما عداه المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة لا يمكن أن تكون إلا بوجود الأشياء. خلاص كده؟ يبقى إذن الوجود نفسه يقابله العدم،
وليس هناك تقابل في الأمور العدمية. فكان الوجود إيه والعدم شيئا واحد، يعني وجود أو عدم. أما بعد ذلك وجوده في زمن بمقدار راجع للإيه للأخرى. وإلا لو جعلنا الوجود في بمقدار أو بزمن أو في أو في مكان لما كانت ستة، وإنما لكانت كلها واحدا اللي هو الوجود. كذا جاء الجواب خلاص. يلا يبقى الوجود لأنه طالما في تقابل يبقى لازم يكون في إيه في وجود أو لا وجود، ثم إن كان هناك وجود يأتي الباقي، لم يكن وجود لا يأتي الباقي. لأن كيف نقول في جهة أو في مكان في المعدوم؟ خلاص كده يبقى الوجود والعدم واحد. يعني كأنه عشان نفهم بدقة، كأن الواو في قوله الوجود والعدم بمعنى أو، ولذلك تكون ستة. فيقول لك الوجود أو العدم، يبقى معناها إيه؟ يا إما وجود يا إما وهي واحد. فالواو بمعنى إيه؟ أو. أما الباقي خلاص الواو على بابها على معناها الحقيقي. فالممكن يجوز عليه الوجود والعدم، فيخصصه بالوجود دون العدم تخصيص الإرادة فيه وإيجابه وتأثير القدرة. يبقى إذن الممكن يجوز عليه الوجود والعدم فيخصصه بالوجود دون العدم، هذا تخصيص الإرادة فيه. وإيجاده هو تأثير القدرة على وفق العلم، يعني أن الإرادة الأزلية تابعة في تعلقها للعلم، كما أننا قلنا إن القدرة تابعة في تأثيرها للإرادة، والإرادة تابعة في تأثيرها للعلم. كيف ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله لا يوجد شيئا إلا إذا أراده، خلاص كده، ولا يريده إلا إذا علمه. فهو تعالى يعلم ما يريد وقادر على إيجاد ما أراده، ولكنه لا يوجد إلا إذا أراد الإيجاد، ولا يريد الإيجاد إلا إذا كان عالما. لأن القصد إلى إيجاد الأشياء مع الجهل بها محال. يعني إن الإرادة الأزلية تابعة في تعلقها للعلم، فكل ما علم أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك قراره جل وعلا. يعني مثلا ما علم، يعني ما سبق في العلم أنه يكون من الممكنات أو لا يكون، أو تتعلق به الإرادة أو لا تتعلق، فذلك مراده. يعني مراده هو ما علم أنه يكون. طب وما علم أنه لا يكون هذا ليس مراده. فهمنا كده؟ إذن ما هو مراده؟ ما علم أنه يكون. طب وما هو ليس مراده؟ هو إيه؟ ما علم أنه لا يكون. وفيه رد على المعتزلة، على المعتزلة حيث ذهبوا إلى التلازم بين الأمر والإرادة. قلنا لكم إن أهل السنة لا يقولون بالتلازم بين الأمر والإرادة. ليه؟ يعني عند المعتزلة لابد إذا أمر الله بشيء يلزم منه أن يكون أرادة، فلا يأمر إلا بما يريد. هذا مذهب مين؟ مذهب المعتزلة. ولا يريد شيئا إلا أمر به، هذا مذهبهم. أما أهل السنة يقولون لا، لا تلازم بين الأمر والإرادة، فقد يأمر ولا يريد، وقد يريد ولا يأمر. الله تعالى أراد كفر أبي لهب ولكنه لم يأمر به.
أراد عدم السجود من إبليس ومع ذلك أمر به، واضح؟ يبقى إذن لا تلازم في مذهب أهل السنة بين الإرادة والأمر، ولذلك كانت الأقسام عندهم أربعة. أما المعتزلة يقولون بالتلازم فتكون القسمة ثنائية، وذلك باطل. هي معنى باطل، فلا يلزم من أمر تعالى بشيء أن يكون قد أراده، لأنه يلزم عليه أن يقع في ملك مولانا ما لا يريد. يعني بناء على مذهب المعتزلة يمكن أن يقع في الملك أشياء لم يريدها الله. كنتوا فاكرين قصة مين؟ عارفين قصة بتاع عبد الجبار مع مين؟ مع الإسفرائيل، لما دخل وكان عند الصاحب ابن عباد، فكان يقول ايه اللي هو مين؟ عبد الجبار، قال ايه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني كانت كده مداعبة أو يعني رد من المعتزلة على أهل السنة، أنهم ينزهون الله تعالى عن أن تقع أو عن الفحشاء والمعاصي، فينزهون الله تعالى عن إيجادها ويجعلونها من إيجاد غير الله. فيقول كده سبحانه من تنزه عن الفحشاء. ففهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فهم فهم مراده، فقال سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فرد عليه وقال له أو يريد أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أو يعصى ربنا قهرا؟ وهكذا. إذن هذا يلزم منه اللي هو كلام المعتزلة أن يقع في ملك الله تعالى ما يريد، تعالى الله عن ذلك. فلا ملازمة بين الأمر والإرادة على مذهب أهل الحق، بل بينهما عموم وخصوص من وجه. عارفين إيه معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى. فالإرادة والأمر يجتمعان في إيمان المؤمنين، الله تعالى أمر به وأراده، وينفرد الأمر دون الإرادة في إيمان الكافرين، فالله أمر به ولم يرده، وتنفرد الإرادة دون الأمر في كفرهم، فالله أراده ولم يأمر به. لكن المعتزلة جعلوا تلازما بين الإرادة والأمر، فقد يأمر ويريد كإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وسائر المؤمنين، وقد لا يأمر ولا يريد كالكفر في حقهم، وقد يأمر ولا يريد كإيمان من سبق في علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأضرابه، فإنه مأمور بالإيمان ولم يرده منه، وقد يريد ولا يأمر كالكفر والمحرمات والمكروهات والمباحات، فإنه أرادها بدليل وقوعها ولا يأمر بها فاعرفه. واحترز بممكن في التعريفين من الواجب الذاتي ومن المستحيل الذاتي. قلت لكم هناك واجب ذاتي واجب عرض، ومستحيل ذاتي ومستحيل عرض. فإن القدرة والإرادة لا يتعلقان بهما، إنما يتعلقان بالممكن أو بالواجب لغيره والمستحيل لغيره الذي هو الممكن. ولو تعلقت بالواجب لزم تحصيل الحاصل أو انقلاب حقيقته إن قدر تعلقهما بعدمه. يعني إيه معنى العبارة دي يا شيخ محمد؟ أقول لك لو تعلقت القدرة أو الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، أما الواجب يبقى هذا معناه تحصيل حاصل أو انقلاب حقيقته.
يعني إن فسرنا تعلق القدرة والإرادة بأن بإيجاد الواجب يبقى هذا تحصيل حاصل، لأنه لا يكون إلا موجودا. وإذا قدرنا العدم يعني إعدام الواجب، هذا معناه قلب حقيقته، يبقى معناه قلبناه إلى ممكن. إن قدر تعلقهما أي الإرادة والقدرة بعدم، ولو تعلقتا بالمستحيل لزم ما فيه ما ذكرناه على العكس. يبقى إيه معنى على العكس؟ يعني إن تعلقت القدرة بالمستحيل أي بإيجاده لازم انقلاب حقيقة للمستحيل، وإن تعلقتها بعدم لازم تحصيل الحاصل عكس الواجب. مفهوم؟ هل هذا مفهوم؟ مفهوم إيه؟ على العكس ولا مفهوم على وجهه؟ نعم؟ احنا قلنا لك في الواجب حيلزم تحصيل حاصل ان تعلقت بإيجاده، وان تعلقت بعدم حيلزم انقلاب حقيقة، وهذا العكس في الممكن. فمتى يلزم تحصيل الحاصل في الممكن؟ لا نقول بإيجاده انما بعدمه، لانه هو معدوم، ويكون التعلق بإيجاده قلبا لحقيقته عكس الايه؟ الممكن. مرة ثالثة، هذا يكون أيضا من المستحيل. وشمل الممكن ما يصدر عن الفاعل الظاهري، يعني كالإنسان والحيوان، فهو بظاهره هو الفاعل، وإنما في الحقيقة إذ هو سبحانه الخالق له، وإن كسبه الفاعل، يعني الفعل الظاهري. كما شمل الأعدام والتروك غير الأزلية، يعني كلمة الممكن بيفسر ويشرح لنا شرحا واسعا في كلمة الممكن أنها تشمل الايه؟ الأعدام. يعني الممكن فيه طرفان، في الممكن المعدوم والممكن الموجود، فتشمل الأعدام وتشمل التروك غير الايه؟ غير الأزلية. أما الأعدام والتروك الأزلية فهذه واجبة على نزاع، الأصح منه تعلقها بها على ما اعتمده المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في شرحه، وبالغ في الاحتجاج عليه من أن العدم مقدور لله تعالى طارئا أو سابقا. يعني عاوز يقول العدم أيضا ده قدره الله تعالى، سواء كان بعد إيجاد الممكن أو قبل إيجاده. أما الأول اللي هو الطارئ فظاهر، وأما الثاني اللي هو السابق فبناء على أن علة الاحتياج الإمكان فقط وليس للحدوث جزءا من العلة ولا شرطا. يعني أما الثاني عن العدم السابق فكلا العدمين في قبضة القدرة، يعني عدم الأشياء قبل وجودها في قبضة القدرة. إيه معنى في قبضة؟ يعني لو شاء الله تعالى لأبقاها الأشياء هي في قبضته، أبقاها معدومة لم يوجدها، أو أن يحول عدمها إلى وجود. حتى قبل إيجادها فعدمها مقدر، لأنها لا تخرج عن قبضة القدرة، سواء كان العدم اللاحق أو العدم السابق. فكلا العدمين في في قبضة القدرة. فبيقول بناء على أن علة الاحتياج، ما معنى علة الاحتياج؟ يعني علة احتياج، علة احنا خدنا فيها في الدردير دروس طويلة، علة احتياج الأشياء إلى إلى الصانع هي الإمكان، يعني هي أنها ممكنة فقط، وليس الحدوث جزءا من هذه العلة ولا شرطا. يعني أي أن علة الاحتياج إلى الصانع هي الإمكان فقط، وليس الحدوث
جزءا من العلة أي من الإمكان ولا شرطا، أي ليست العلة هي الإمكان بشرط ليه؟ بشرط الحدوث. فإن قلت ما معنى القدرة على العدم السابق؟ يعني كيف يكون قادرا على عدمه السابق يعني قبل وجوده؟ فالجواب معناه احتياجه في استمراره فيما لا يزال. يعني معنى القدرة على العدم السابق يعني احتياج هذا العدم إلى القدرة في استمراره، يعني في بقائه عدما فيما لا يزال. وللفاعل المختار سبحانه أن يجعل مكانه الوجود، وكذلك الوجود، أي وكذلك الله تعالى قادر على أن يبدل مكانه العدم، يعني يجعل الوجود عدما والعدم وجودا. وكذلك الأصح أيضا أن التروك مقدورة للقادر كالأعدام غير الأزلية، لأن الترك هو الكف والإمساك عن الفعل، وهو اللي هو الكف والإمساك أمر وجودي لا عدمي كالترك. وأما العدم السابق في الأزل فالأصح تعلقه به على ما قاله الشيخ المنجور، الشيخ المنجور أحمد المنجور، متوفى سنة 995. ولكن يبدو والله أعلم هنا في خطأ، وهو أما العدم السابق في الأزل فالأصح عدم تعلقه، خلاص كده الأصح عدم، لأن الأعدام الأزلية لا يتعلق بها الإيه، والله أعلم تحتاج إلى تحقيق، لكن نقدر هذا من باب الاحتمال. وللقدرة تعلقان، هنختم بإيه؟ بتعلقات القدرة، في تعلق أزلي وفي تعلق غير أزلي. غير أزلي يعني حادث، التعلق الأزلي هو الصلوح القديم، يعني هي صالحة في الأزل لإيجاد الممكن فيما لا يزال. والتعلق غير الأزلي هو التعلق التنجيزي الحادث، وهو تعلقها بإيجاد الممكن بالفعل. يبقى القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. الصلوح القديم هو الايه؟ هو الأزلي، أما غير الأزلي هو التنجيزي الحادث. وكذلك الإرادة سواء بسواء، يعني الإرادة أيضا لها تعلقان، وقيل الإرادة لها تعلق ثالث، ولكن الأصح أنهما كالقدرة تعلقان. فالأزلي للقدرة تابع للأزلي للإرادة، فاعرفه. والتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة، تعلق القدرة ده مترتب على تعلق الإرادة، وتعلق الإرادة مترتب على تعلق العلم، ولهذا قال فالأول مرتب على الثاني، الأول هو تعلق القدرة مرتب على الثاني هو تعلق الإرادة، والثاني مرتب على الثالث، فالترتيب في نفس التعلق لا في الصفات. لماذا قال فالترتيب في نفس التعلق لا في الصفات؟ لأنه الصفات أزلية، أما التعلق غير أزلي. فلو قلنا أن الصفات فيها ترتيب، هذا معناه أن الصفة السابقة قديمة والصفة اللاحقة حادثة، إذن فليس هناك ترتيب في الصفات لأن الصفات كلها أزلية، إنما الترتيب فين؟ في التعلق. فإن قلت هل التأثير في المقدور، يعني تأثير القدرة في المقدور، وقع بصفات المعاني ولا بصفات المعنوية أو بهما معا؟ يعني مثلا المؤثر هو القدرة ولا هو كونه قادرا ولا هما معا؟ يعني التأثير بصفة القدرة لصفة المعنى ولا بالصفة المعنوية أو بهما؟
فالشيخ قال الجواب وقع بهما معا، وذلك أن المعنوية يعلل الجواب لما كان الصفات ثبوتية لا تعقل على حياله إلا بواسطة المعاني، يعني لا يعقل كونه تعالى قادرا أو عالما أو مريدا إلا بإثبات العلم والقدرة إلى آخره. فكذلك تعلقاتها لا تعقل على حيالها، يعني لا تعقل إلا بواسطة المعاني، يعني مستقلة، وإنما تعقل بواسطة تعلقات المعاني. ولا مانع من اتحاد المتعلق، يعني المتعلق هيبقى متحد خلاص كده، كما في صفة العلم والكلام، يعني صفة العلم متعلقة بالأقسام الحكم العقل، وكذلك صفة الكلام، فاتحد متعلق الصفة. فاعرفه فإنه نفيس قل من ينبه. حنقف عند صفة العلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أفضل وسلم عدد معلوم كلماتك كلما اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري قائل. هنا سؤال، ما الفرق بين القديم والأزلي؟ قيل لا فرق، هما مترادفان، القديم والأزل بمعنى واحد، وهو ما لا أول له. وبعضهم فرق وقال القديم هذا خاص بالوجود أو الموجود الذي لا أول له، أما الأزل فهو أعم. فالأزلي هو ما لا أول له عدما أو وجودا، أما القديم فهو ما لا أول له وجودا فقط. إذن بناء على هذا يكون كل قديم أزلي وليس العكس، أما على الأول كل قديم أزلي وكل أزلي قديم. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين الصفة والعرض؟ الصفة قد تكون قديمة أو حادثة، أما الأعراض لا تكون إلا حادثة، فممكن الصفة تكون عرض، هذا في الصفة الحادثة، أما القديمة لا تكون عرضا. هل الممكنات غير متقابلات؟ ما هي الممكنات؟ هي نفسها هي المتقابلات، الممكنات المتقابلات، فلا تكون لا يكون هناك تقابل إلا في الممكنات. واحد بيسأل بيقول هل الممكنات غير متقابلات؟ كيف؟ إذن فهي ليست ممكنات، الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم، الصفات أزمنة أمكنة مقادير كذا روى الثقات. فالتقابل يكون يعني إيه معنى التقابل؟ يعني بين أمرين ليس أحدهما أولى من الآخر، فيحتاج إلى مرجح، يرجح أحد، هذا هو التقابل بين أمرين أو أكثر،
لكن لا نرجح واحد على غيره إلا بمرجح، فهذا هو الممكن. لكن هذا لا يمكن يكون التقابل في الواجب ولا في المستحب، لا يكون إلا في الممكنات. واضح؟ لا تقابل إلا في أنواع التقابل ستة: وجودنا والعدم واحد، بعدين صفات، بعدين أزمنة، أمكنة، جهات، مقادير. هذا هو الذي في هات خليهم سبعة، فين خلي كملهم عشر، مش فوضى. لا يمكن، لو كان يمكن إكمالهم عشرة كان ممكن واحد خد رسالة دكتوراه في الثلاثة اللي الزيادة. ما في. في أسئلة أخرى؟ اتفضل. نعم. الأعراض في زمنين. ماذا؟ ما المقصود بالأعراض تبقى زمنين؟ يعني العرض، يعني مثلا اللي هو الحركة لا تبقى زمنين. أي عرض؟ اللون، الحركة، السكون، الألوان، الأعراض اللي التي هي هي معنى العرض، القائم بغيره، والجوهر هو القائم بنفسه. فالعرض لا يبقى زمانين، يعني يوجد فينعدم، شرحناها، يعني زمن واحد يوجد في زمن بمجرد الزمن الذي يوجد فيه ينعدم. طب إذا ما الذي يبقى ولا يبقى وإنما يتجدد مثله؟ يعني شوف هذا في الحائط ده عرض، اللون ده هل هو الذي كان عندما دخلنا؟ لا، إنما هذا مثله زيه بالضبط يعني، لكن ليس هو، تجدد زي الماء. فالأعراض زي الماء الجاري، الماء اللي احنا بنراه في النهر هو بيتغير نفس الماء، لكن ليس هو، ليس ثابتا جاريا، مفهوم؟ والهواء برضه زي الماء، لانه الهواء ده لو كان نفسه كان خلص، يعني انتهى ماء، فبيتجدد مثله. يعني كميه الهواء الموجوده ساعه ما دخلنا لو كانت كما هي هنموت، هنشفط كده وبعدين ما فيش هواء، فيموت الناس، فيتجدد. كلما نتنفس الهواء يتجدد، ولو كان قد انتهى لأصبح ما في أكسجين، ما ثاني أكسيد الكربون، فيموت الجميع، فبيتجدد. ها؟ التوحيد. وانت عاوز تسألني في التوحيد، في الكلام كله في ماشي يوم واحد، لما يأتي إن شاء الله. متوهم يعني غير حقيقي. هذا سبق في الدروس السابقة. بس مش فاهم. لما سألتش ليه في الدروس السابقة؟ كيف تبقى على عدم الفهم أعراضا باقية؟ أو كده عندك العرض بقي زمانا أكثر من زمانين. ما هو العرض الذي بقي عنده أكثر من من زمانين؟ هو عدم الفهم. لأن عدم الفهم هذا عرض، ولكنه بقي من الدرس الماضي إلى الآن. وهذا دليل على أن العرض يبقى أكثر من زمانين، لأنه هذا مخالف لمين؟ للجمهور وإمام الحرمين. يبقى إذن هو بيقول لي ما هو الفراغ المتوهم؟ يعني مثلا أقول لك هذا فراغ، هذا هو في الحقيقة ليس فراغا، وإنما هذا ملاء. الفراغ الحقيقي هو الذي ليس فيه شيء، لكن هنا هذا الكوبة فارغ. ما هي معنى فارغ؟ ليس فيه ماء، إنما ليس فيه شيء على الإطلاق. كيف؟ والهواء الذي فيها هذا شيء أو لا شيء؟ الهواء فيه، أنت البالونة فارغ لكن مليان هواء، بدليل يفرقع. وإذا وزنت البالون ده وهو فارغ غير لما تزن وهو ممتلئ، تجد فيه فرق. يبقى إذن
ليس هناك فراغ حقيقي، لأن الفراغ الحقيقي ليس فيه شيء، فهذا الفراغ اللي في الحجرة اسمه فراغ متوهم، يعني نتوهم أنه فراغ. كيف تتوهم؟ ما هو فراغك؟ لا، الهواء هو مليء بالهواء ومليء بالأثير ومليء بالمكروبات ومليء بالجراثيم، من أين تأتي الأمراض؟ لو أنت جبت مكبر منظار كبير جدا، أو ترى في الفراغ ده حيتان، وترى أشياء يعني ممكن تفزع، وبعدين في ملائكة، في شياطين، ده موجود. أنت فاكر إنه ده فراغ؟ لا، ولو كان فراغ مطلق يعني ما في شيء، لا ينتقل الصوت، كيف ينتقل الصوت؟ فهذا إيه؟ فراغ متوهم، ويسموه تداخل الأجسام. بس هذا الفراغ زي إيه بالضبط؟ عارف القطن؟ لما تجيب القطن اللي هو اللي بيلف فيها القطن كبير، لما تجيب قطن مثلا تملأ الحجرة كده، فتظن أنها إيه؟ امتلأت، ثم إيه؟ تكبس في القطن حتى يصير إيه؟ في المرتبة. فأين القطن الذي كان يملأ هو إيه؟ انتشر، ولكنه إيه؟ عندما تكمشه وهكذا فينتهي الفراغ. إذن فأجسام كثيفة تتداخل في أجسام لطيفة، يعني إحنا نحل ليس في فراغ، نحل في كائنات أو في مخلوقات أخرى، فيدخل شيء في شيء، يدخل شيء في شيء. يعني مثلا أنا عندما أدخل الماء، ها، دخل وأخرج الهواء، واضح كده الأمثلة؟ فالفراغ المتوهم يعني أنت تتوهم أن هذا فراغ. ما معنى فراغ؟ يعني لا شيء. وهذا لا يطلق حقيقة إلا على خارج العالم، يعني عندما تم خلق، ليس في خارج العالم فراغ، ما شيء. فهذا يسمى فراغ حقيقي، ما في شيء، بس مش فراغ بمعنى إنه يوضع فيه شيء، لا، خارج العالم لا يوجد لا ملاء ولا خلاء. نقول تاني ولا منقول؟ أقول لك ما في، لا يوجد شيء اسمه فراغ حقيقي متوهم، وإنما اسمه فراغ متوهم. هذا فراغ يعني يتوهم العقل أنه فراغ، وإنما هو تداخل الأجسام. يعني مثلا هذا إيه؟ مليء، في فراغ هنا ممتلئ، فتجيب مثلا إبرة، أين دخلت إذا كان هذا إيه؟ ملاء، دخلت في فراغ ولا في ملاء؟ بس تداخل الأجسام، يعني جسم دخل في جسم آخر، فالعالم فيه تداخل في الأجسام، الذرات تتداخل في بعضها، وليس هناك شيء اسمه فراغ حقيقي، وإنما هو إيه؟ متوهم. الذي يقولون بالفراغ الحقيقي دول الفلاسفة، ما أهل السنة لا يقولون به. ها؟ خارج العالم ليس فيه، لا يوجد أصلا حاجة اسمها خارج العالم، لأن العالم هو كل ما سوى الله، فلا خارج العالم إلا الله. إذا خرجت من العالم معنى كده دخلت في الذات الإلهية، ما في، لا يوجد إلا الله. ما هو العالم؟ كل ما سوى الله. إذن الفراغ اللي أنت تقول به خارج العالم ده يبقى معناه هو الله، لأن العالم كل ما سوى الله، ولا نقول عن الله تعالى إيه؟ فراغ. خلاص؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.